في إطار الدورة الرابعة للمهرجان الوطني لفيلم نوات الذي تنظمه فنية جمعية رسالة الفن، كان لنا اليوم اللقاء في حصتين مع يعني المشاركين في الورشة ديال التحليل الفيلمي. كانت فرصة يعني لطرح الأسئلة أولا الكبرى حول ماذا نعني بالتحليل الفيلمي، هل هنالك منهجية موحدة له أم لا، ما هي الاستعمالات الممكنة للتحليل الفيلمي، ما هي الأدوات التحليل الفيلمي التي يمكن أن نضيفها في يعني في النشاط الذهني للتحليل. وكانت فرصة للوقوف عند المكونات المتتالية الأولى والثانية من حيث المضمون الدرامي، ماذا تقدم لنا هذه المتتاليات من أفكار، كيف تم تقديمها على مستوى الأسلوب والاختيارات الفنية. وأعتقد أنها كانت فرصة يعني لإعطاء شهية لمشاركين في هذه الورشة لدخول هذا التمرين الذهني الجميل والذي يحاول مساءلة ما نستهلكه من صور. وأعتقد أن الرهان كان مربوحا ولو أن المدة كانت فقط حصتين. وشجعنا في النهاية يعني المشجعين في هذه الورشة على الاستمرار من خلال الإمكانيات الهائلة التي توفرها يعني شبكة الإنترنت وخصوصا شبكة يوتيوب التي تحتوي على كم هائل من مقاطع تحليلية للأفلام وللقصيرة والمتتاليات الأفلام الطويلة كذلك وأفلام الإشهار وغيرها من الفيديوهات. ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو وديرو جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.